السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في درس جديد من دروس الـ Azure Active Directory. الفيديو اللي فات احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنستمر في دراسة بعض الحالات اللي ممكن تقابلني وانا بحضر البيئة بتاعتي علشان اطلع كلاود. الكيس اللي فاتت كانت عبارة عن السيرفر الموجود في الأومبريم بتاعتي داون، فبالتالي السنكرونايز اللي بين الأومبريم وبين الـ Azure Active Directory Cloud يعني وقعت معاها، فما كانش فيه اني اقدر اعمل امانج لليوزر او اني اتحكم في اليوزر باني اديليت او ارسيت باسورد او حتى ايديت للبيانات بتاعته، وحليناها مع بعض وتغلبنا على المشكله ديت. الكيس النهارده كيس مختلفه تماما ومهمه جدا جدا، واعتقد ان هي هتقابل كتير مننا وهو بيحضر الانفراستراكشر بتاعته او حتى بيتدرب على الفيديوهات. احنا لما اتكلمنا في الفيديوهات السابقه عن الانفراستراكشر الخاصه بالايجر اكتيف دايركتري، قلنا ان انا لو جاي من اون بريمس بتاعتي من اللوكال دومين وعملت انستول للايجر اكتيف دايركتري كونكت، هو بيتيح لي اني اخد الاوبجكت اليوزر بالباسورد باليوزر نيم بالسكيما الخاصه بيه، واقدر من خلال كده اني اطلع استفيد بمميزات الايجر اكتيف دايركتري اللي استعرضناها مع بعض: المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، السنجل ساين اون، الاساين رول، والميزات او الفيتشرز الكتيره اللي بتتاح من خلال التول اللي هي الايجر اكتيف دايركتري كونكت. وعملنا مع بعض الكاستم دومين نيم، وعلشان نتغلب على مشكله النيم اللي هو بتوفره لي مايكروسوفت اللي هو الديفولت دايركتري نيم اللي كان اسمه ماي دايركتري ايا كان النيم دوت اون مايكروسوفت دوت كوم. قلنا ان احنا ممكن نكستم النيم ده، وبالفعل عملنا كده مع بعض، ووحدنا النيم اللي جاي من اومبريم ومع الدايركتري نيم اللي على الايجر اكتيف دايركتري. طيب لو انا الاومبريم عندي اسمها اي بي سي دوت لوكال وهطلع بيها مايكروسوفت ايجر، هطلع بالنيم هيبقى شكله ازاي؟ هل هيسمح لي لو انا الاومبريم عندي لوكال دومين، يعني مش دوت كوم ولا دوت اوديو ولا دوت نت ولا دوت اورج، يعني هو اصلا مش ريجستر على الانترنت، هل هيسمح لي هطلع بيه؟ طيب لو في حاله ان انا طلعت بيه، هل هستفيد بنفس المميزات اللي بيوفرها لي الايجر اكتيف دايركتري، ولا الوضع هيبقى شكله عامل ازاي؟ تعال نشوف الكلام ده عملي علشان المشكله يعني نتعرف عليها من كل الجوانب ونشوف هي حلها هيبقى ازاي. ادي الدومين اللي موجود على الاومبريم بتاعتي. طيب الدومين نيم ده اسمه ايه؟ اسمه علاء 350 دوت لوكال، وده النيم ده اعتقد يعني 20-30% من الدومين نيم اللي موجوده في الكلاسيك داتا سنتر هي اصلا دوت لوكال. اليوزر اللي هنا اليوزر اليو بي ام بتاعه او اليوزر برنسبل نيم هياخد الشكل اللي احنا اعتقد كلنا عارفينه اللي هو يوزر دوت علاء 365 دوت لوكال. فلما اليوزر ده يطلع على الاكتيف دايركتري، هو احنا اتفقنا انه بيطلع بنفس الخصائص بتاعته بنفس اليوزر نيم بنفس الباسورد، هل لو طلع بالشكل ده هيقدر يستفيد بالمميزات والفيتشرز الخاصه بالاكتيف دايركتري؟ هل هيسمح له ان هو يطلع اصلا، ولا هيروح يتشيك على النيم ده ويقارنه بالدايركتري اللي احنا عملناه مع بعض ويقول لي ان في عندك مشكله لازم تتحل؟ خلينا نمشي الخطوات مع بعض وكاننا لسه ما اكتشفناش المشكله ديت. ادي الايجر اكتيف دايركتري كونكت اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده وعارفين الكونفيجريشن بتاعته. بعد ما غيرنا الدومين نيم في الاومبريم علشان نشوف الدرس ده، هنعمله كونفيجريشن او انستليشن من جديد علشان نشوف المشكله اللي احنا بنتكلم عليها او الكيس اللي احنا يعني طالعين نشرحها في الفيديو ده. هقول له لو سمحت انا هيوز الاكسبريس انستول وفهمنا الوضع
يعني لما اعمل كاستم ايه اللي هيتم، ولما اعمل اكسبريس اللي هيتم. هنا كان بيطلب مني ايه يا شباب لو نفتكر؟ كان بيطلب مني الايجر اكت دايركتيف لوبر ادمنستريتور، اللي هو الراجل اللي ادمنستريتور على الدايركتري اللي موجود على الايجر. فالادمنستريتور كان اسمه كده ادمن ات على 365.com، والباسورد ادي الباسورد بتاعتي. هيروح تشيك هل البيانات دي صحيحه، هل الراجل ده فعلا واخد الرول اللي اسمها جلوبال ادمنستريتور ولا لا، والخطوات دي اعتقد ان احنا عملناها مع بعض. في الخطوه ديت بعد ما راح تشيك على البيانات الخاصه بالايجر اكت دايركتري ولقاها صحيحه، بدا يسالني على البيانات الخاصه بالادمنستريتور المسؤول عن السيرفر اللي هو الاون بريم سيرفر. انا تسهيلا على نفسي عملت يوزر باسمي كده، وادي الباسورد بتاعتي اهي. هيروح برضو تشيك على البيانات ديت، ولو لقاها صح هيعدي. بس هنا قال لي ايه؟ قال لي انا مش هقدر اضيفها، انا مش هقدر اضيف اليوزر او السيرفر ده واحطه لك على الايجر اكت دايركتري دومين. ليه؟ هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اليوزر will not be to sign into Azure Active Directory with on-premises credential. ليه بقى؟ لانه اليوزر principal name does not match a verified domain. يعني الدومين اللي انت حابب تطلعه على الايجر مختلف عن الدايركتري اللي انت رحت كريت ليه وحضرته على الايجر Active Directory. ليه؟ لان هنا الدومين بتاعي دوت لوكال، وانا فوق في الكلاود مش هقدر اعمل دومين اسمه دوت لوكال. فهنا انا وقعنا في الفخ زي ما بيقولوا. طيب المشكله ديت هل ليها حل؟ خلي بالك ان انت ممكن تقول له انا عاوز اكونكت وخلاص مالكش دعوه، وهتقول له نيكست فهيكونكت ما عندوش اي مشاكل على الاطلاق، وهيعمل انستول وهيطلع تقريبا باليوزر. بس خلي بالك هو لو طلع باليوزر بقى، هل الفيتشرز اللي احنا برضو بنعيد ونزيد ونقول فيها، لان هي اصلا يعني انا ما بروحش كلاود غير لما بستفيد بمميزات، هل المميزات ديت هتتاح في الحاله ديت ولا لا؟ خلينا نشوف الاعدادات للنهايه ونمشي معاه خطوه خطوه، وندخل نتشك على اليوزر اللي جاي من الاون بريم، اي يوزر كان من الاون بريم، ونحاول ندخل على البروفايل بتاعه ونحاول نديله صلاحيات ينشئ جروب، يأساين رول، يدخل ابلكيشن زي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت، ونشوف نطابق ايه اللي هيختلف معانا وايه اللي هنفتقده وايه كمان اللي ممكن ان احنا يعني نحصل عليه. هو هنا انتهى من عملية الكونفيجريشن، والمفروض ان اليوزرات دلوقتي موجودة على الايجر عندي. فهروح بكل بساطة هفتح البورتال الخاصة بي علشان اشوف ايه اللي تم وايه اللي حصل في جوه الايجر. احط الباسورد بتاعتي كده، اقول له لو سمحت دخلني، فهيبدأ يقول لي اتفضل ادخل. على طول هروح للايجر اكتف دايركتري الخاص بي علشان اشوف اليوزرات هل هي فعلا جت حصل انتجريت بين الاون بريم بتاعتي ولا لا. طيب هنا الستيتس بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو انيبل، وهو تقريبا يعني جابهم. فلو رحت كده لليوزر هلاقي ان هم فعليا اضافوا عندي. طيب اول حاجه الراجل ده جاي منين؟ اليوزر نيم بتاعه ادمن ات على 365 اللي هو الدايركتري بتاعنا، وده ايجر اكت دايركتري، يعني هو انا احنا كرييت لي من جوه الايجر. ده المفروض ان هو جاي من ويندوز سيرفر اكتف دايركتري. بس خلي بالك بقى، شوف النيم هنا، شوف النيم هنا علاء، ده النيم، اليوزر نيم علاء ات، الميل اللي انا عامل بيه البورتال بتاعتي، يعني ما قاليش علاء ات علاء 365 دوت لوكال. فهنا انا مش هقدر اول حاجه فقدتها السنجل ساين اون، شكرا، انا ما اعرفكش، مش هقدر اديك الفيتشرز بتاعتي واللي انت جاي اصلا علشان تاخدها.
يبقى كده عرفنا ان المشكلة دي مشكلة فعليا هتمنع مني الخصائص والمميزات اللي انا اصلا رايح علشان اخدها من الايجر اكت دايركتري، وبالتالي انا كده ما كانيش عملت اي حاجة. طيب المشكلة دي هل ليها حل؟ يعني هل هقدر اتغلب عليها واني اطلع حتى لو الدومين بتاعي دوت لوكال هقدر اني اربطه مع الايجر اكت دايركتري واستفيد من كل الفيتشرز اللي احنا استعرضناها في تقريبا اول فيديوهين ثلاثة كده من الكورس ولا لا؟ الكلام ده والإجابة على السؤال ده هيكون الفيديو اللي جاي. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.